سيبصر الفيلم النور قريبا بإذن الله. بإذن الله. سؤال آخر حول الدراما التلفزيونية، هناك خصام بين خالد يوسف ودراما التلفزيونية، لماذا هذا الخصام؟ لا ما فيش خصام ولا حاجة، أنا بس لأني بأؤمن أن إحنا اليوم في عصر الدراما التلفزيونية. هذا صحيح، أنا دايما كنت بقول أنه المسلسلات كما تصنع، سيبك من الفترة الأخيرة اللي دخلت فيها وسائط أخرى زي نتفليكس وغيرها، بس الدراما التلفزيونية العربية كانت فيها فن تطويل ومط اللحظة، وأنا راجل جاي من مدرسة فن تكثيف اللحظة، فما كنتش عارف أشتغل الكونسبت ده على الكونسبت ده. لكن الآن بعتقد أنه بقى في بالوسائط الأخرى اللي بقت موجودة، المنصات الإلكترونية اللي موجودة اللي بتعرض مسلسلات أو بتعرض يعني حلقات متصلة، بعتقد ان النظرة دي اتغيرت وبقى في فن تكثيف اللحظة حتى في المسلسلات، ولو عندي مشروع ينفع لمسلسل مش هتردد ان انا اعمله.